اوكي يا شباب، رجعنا الى المحاضره. مستغرق قليلا حتى يدخلوا بقيه الطلبه. طيب نكمل في موضوعنا. اذا هذه هي الفرضيات تبعت الجبر المنطقي، اثبتنا جزء كبير منها. الكتاب طبعا مثبت معظمها، يعني أنصح بقراءتهم، ويجب أنك هذولا خلاص يعني زي اسمك تعرفهم، يعني مفروض هذه العلاقات تقدر تستخدمها في الجبر المنطقي بسهولة عند أي عملية حسابية بدك تحسب فيها إكسبريشن معين. طيب هنا بعض الإثباتات. أوكي، x r 0 is equal to x, x and y is equal to x. هاي بعض الفرضيات. ممكن يعني نستنبط بعض النظريات المشتقة من الفرضيات هذه. A theorem is a formula or a statement that is derived from postulates. Basic theorem. Theorem الأولى x or x is equal to x و x and x is equal to x. ما في داعي نثبتها. اي شيء بتعمله اورينج مع نفسه بيعطي نفسه. 0 or 0 is 0, 1 or 1 is 1. واي شيء بتعمله اندنج مع نفسه بيعطي نفسه. 0 and 0 بيعطيني 0 و 1 and 1 بيعطيني 1. ف يعني اثباتها تريفيال. هذه طبعا الفرضيات اللي حكينا عنهم، توزيع الكمبيوتيف لو، توزيع الاور على الان، الكومبلمنت مع الفاريبل. هنا يعني بعض الاثبات كيف تثبت x or x is equal to x. اوكي، هنا عملها يعني بامكانك تعملها بتيبل برضو. اذا by 2 A x or 0 is equal to x. فهذا الواحد حط محله x or x prime. اوكي، فاجا قال لك استخدم الخمسة. اي شيء معمول له مع x prime بيعطيك واحد. وهنا وزع فصار عندي x x في x بار طبعا عبارة عن 0، وهذه كلها راح تطلع عندي x. فيعني أنا لا أفضل أني أثبتها بهذه الطريقة، ممكن أثبتها بالتيبل أريح بكثير. اقرأوهم لوحدكم، I don't want to waste time عليهم. أوكي، أي شيء بتعمل له أورينج مع 1 is the same، يعني بيعطيني واحد. فهذه يعني نظرية ما في داعي لإثباتها. دكتور، الإثبات مطلوب منا في الامتحان؟ كيف؟ الإثبات مطلوب منا في الامتحان هو؟ لا، ما راح أطلب منك الإثبات، بس أنا يعني راح أطلب منك، يعني راح تحتاج تستخدم هاي النظريات الفرضيات، بدك تكون عارفها. طيب، الأبزوربشن يعني قبل شوي عملناها، احنا طلعنا الاكس عامل مشترك فصفى عندي 1 اور واي، وال1 اور واي از 1 طبعا، واكس اند 1 از اكس، يعني اتس ايزي. هنا مثلا الدول تبعها هذه طبعا صحيح، الدول تبعها اني اقلب الان هنا الدول تبع هذه الاوبريشن ان الاور بتصير اند، بتصير اكس اندد وذ اكس اور واي. فهذا مفروض يعطيني اكس، لانه هذا الدول، هذا الدول لهذه العلاقه. فاذا اي علاقه صحيحه عندي، اي علاقه عندي صحيحه الدول تبعها صحيح. طبعا اذا بدك تثبتها هذه بإمكانك تعمل جدول وتحط فيه الاكس
وتحط الاكس اور واي ثم يعني تعمل لهم اندنج وتطلع معك اكس. هنا اثبت هذا، هو اثبت هذا الجزء، عملك الاكس والواي، عمل الاكس واي بعدين اجى بين الاكس مع الاكس واي عمل بيناتهم اور. فلما بتعمل انت اور هون 0 اور 0 0 0 اور 0 0 1 اور 0 از 1 و 1 اور 1 از 1 في هذا العمود، وبالضبط هو هذا العمود. يعني النتيجه انه اللي على اليسار هذا هو يساوي اكس. دي مورغانز ثيوريم بامكانك تثبتها كالاتي. انا بدي اثبت اكس اور واي لكل برايم يساوي اكس برايم اندد بالواي برايم. فالطرف اللي على اليسار بدك تعمل اكس اور واي، وبعدين بدك تعملها كومبلمنت. هاي اكس اور واي فهذه الاكس اور واي اللي هي هاي، بعدين بنعملها كومبلمنتنج فبدك تعكسها. فالاكس اور واي بتعطيني واحد اذا كان احد الاطراف واحد، وزيرو فقط لما يكون البوث الاكس والواي زيرو. الكومبلمنت تبعها معكوسه، الزيرو بصير واحد والواحد بصير زيرو عن طريق الكومبلمنت. فهذا الطرف اللي هون هو الليفت سايد من الايكويشن. الرايت سايد بدي احصل على الاكس برايم وبدي احصل على الواي برايم. فالاكس برايم معكوس الاكس والواي برايم معكوس الواي، بدك تعمل بيناتهم اند اوبريشن. بدك تعمل اند اوبريشن وتحط النتيجه في هذا العمود اللي هون. ف 1 اند 1 از 1، 1 اند 0 از 0، 0 اند 1 از 0، 0 اند 0 از 0، فبيطلع عندك العمود هذا تبع الاكس برايم واي برايم. فاللي بنلاحظه انه العمود تبع الاكس اور واي كل برايم اللي هو الطرف اللي على اليسار يساوي بالضبط العمود اللي تبع الاكس برايم واي برايم اللي هو الرايت هاند سايد. فهنا هيك اثبتنا انه الكومبلمنت تبع اكس اور واي، هاي دي مارغانز ثيوريم، هو الكومبلمنت تبع الاطراف والاور بتحول لان. في البيت حاول تثبت، حاول تثبت هذه. كيف بتثبتها؟ تعمل x and y، وبتعمل x and y الكل برايم. عملها تقريبا هاي ال x y الكل برايم، عملها اياها هاي ال x y كل برايم، وهاي ال x برايم or y برايم، والطرف اللي على اليمين يساوي الطرف اللي على اليسار ومثبتها اياها. هاي ال left، هاي الرايت عفوا، وهاي الليفت، هاي بنقصد فيها هاي اللي هون. اوكي، فدي مورغانز ثيوريم يعني اثباته سهل، مثل يعني بدها تيبل. واضح يا شباب؟ واضح كيف اثبتنا دي مورغانز ثيوريم؟ واضح. في حدا عنده اي سؤال؟ طيب نيجي الآن إلى مثلا النظرية التالية. النظرية التالية بتقول x y or x prime z or y z، هي عبارة عن x y or x prime z. هذه ال y z بنقول عنه redundant element، بنقول عنه redundant، وجوده وعدم وجوده سيان. redundant يعني عنصر هذا الموجود في الاكسبريشن الزياده، واي شيء زايد في الاكسبريشن بكلفك انت من ناحيه البناء، بكلفك دوائر كهربائيه، وهذا غير جيد. كيف نثبت هذه العمليه؟ انه اذا في عندي متغير اكس والكومبلمنت تبعه مرة مثل له اندنج مع متغير ثاني، والكومبلمنت عملت له اندنج مع متغير ثالث، بقول لك اذا في عندك عنصر ناتج عن المتغيرات الاثنين هذول اندد مع بعض،
هذا العنصر is redundant، بمعنى بإمكانك تشيله. هذه زمان كان في عندنا إيش اسمه الفن دايجرامز، بإمكان نثبتها بالفن دايجرامز. خلينا نقول لك شو هي الفن دايجرامز. الفن دايجرامز بتقول لك إذا في عندك X وفي عندك Y، أوكي، وفي عندك Z، فإن الـ XY تعني المنطقة اللي موجودة مشتركة بين الـ X والـ Y. فأنا عندي الـ X والـ Y، هاي المنطقة المشتركة هاي الآن. الـ X prime Z ما هو خارج الـ X وداخل الـ Z، يعني راح يطلع عندي هاي. هذه المنطقة لو حطيناها باللون الأخضر بيكون أحسن. هذه المنطقة هي الـ X prime Z. هذه المنطقة اللي هي الـ X prime Z، يعني خارج الـ X وداخل الـ Z. هذه نسميها الفن دايجرامز. الآن العنصر YZ هو المنطقة التقاطع ما بين، نختار لون أسود، خلينا أسود. الواي زد هي هاي المنطقة، المنطقة هاي، بنلاحظ هاي المنطقة هي جزء منها أجاني من الواي إكس، من الإكس واي، وجزء منها أجاني من الإكس برايم زد اللي هو الجزء هذا. فالمنطقة هذه يا إخوان إضافتها للإكسبريشن هون ما لهاش معنى، إز ريدندنت، فبالإمكان إني أشيلها، ما في داعي إني أحطها. مفهوم يا شباب؟ مفهوم دكتور. هلو. مفهوم دكتور. تداعيات العملية هاي إنه لو خليت الـ X الـ Y Z معناها عشان أبني الدائرة تبعتي راح يلزمني AND للـ X والـ Y، ويلزمني NOT عشان أحصل على الـ X prime وأحطه مع الـ Z. وبالزمن كمان and عشان أعمل الواجد وبعدين أدخلهم على 3 input or. هذا شكل الدائرة لو بدي أخلي الواجد موجود في الإكسبريشن. لكن إذا بأخذ الطرف هذا لوحده XY والX prime، الإكس برايم مع الزد، بنلاحظ أن الدائرة الثانية تقوم بنفس العمل تبع الدائرة الأولى. هذا الفانكشن اللي هون هو نفس الفانكشن اللي هون، وبالتالي هذه الدائرة بتكون أفضل من هذه الدائرة لأنها بتكلفني أقل من ناحية الويرينج ومن ناحية عدد الجيتس المستخدمة. لذلك وجود ريدندنت إليمنتس مش كويس في الإكسبريشن، فنحن يجب أن نتخلص من أي شيء ريدندنت. واضح الفكرة؟ دكتور، بس كيف دكتور رسمت الدائرة هاي؟ كيف بدنا نعرف نرسمها زيها؟ خلاص بدنا نشرح لك كيف رسمناها، خليك معي. حضرت الحصة الماضية عن الاند اوبريشن كيف شكلها؟ هاي اند. دكتور. هاي الاند. وهاي الاور. وهاي النط. هذول هم الثلاثة اوبريترز في الجبر المنطقي، اوكي؟ الان انا في عندي هون الحد هذا اكس معموله اندنج مع مين؟ مع الواي، فبلزمني اند عشان ادخل عليها الاكس مع الواي. اذا هاي بتعطيني اكس واي. وضحت دكتور؟ اللي سال واضح؟ دكتور واضحه هاي. طيب الاكس برايم زد بلزمني X prime معناها بالزمن نط وداخل عليه الـ X، فالـ X بجيبها من هون، أوكي، فهاي بتعطيني X prime Z، مزبوط؟ دكتور. ها؟
تمام تمام دكتور. الأخيرة واي آن زد، هاي الواي وهاي الزد، طبعا بإمكاني أربطها هيك وأربط الواي هون، وكلهم في بناتهم ثلاثة operations، ثلاثة or operations يعني ثلاثة elements، فبإمكاني أحطها على 3 input or، بإمكاني أحطها على 3 input or، وبالإمكان أيضا أني أعملها أعملها هيك، أعمل 2 input or هون، وهذا الخط اللي من هون على كمان 2 input or، وبتكون هيك النتيجة، لأنه الـ or operation is associative وextendable، يعني x or y or z بإمكاني أعملها بـ 3 input or، وبإمكاني أعملها بـ 2 input or like this. أوكي؟ واضح؟ دكتور. واضح دكتور. بس يا دكتور طيب نحط مثلا رمز اكس تحت بدون ما نسحب سيك لتحت؟ بصير اذا بدك تبسط الرسمه، لكن على الارض الواقع لما تيجي تبنيها كدائره بدك تلحم الاكس على جميع الانبوتس اللي لازم تروح عليهم. يعني لازم يكون في عندك سلك واصل للاكس. يعني انا لما بقول هون في عندي اكس، لما بقول هون في عندي واي، انا اقصد انه في عندي الداتا اللي من الواي، والواي هذا بجوز يكون جاييني مثلا من سنسر. اوكي، هذا سنسر معين، بجوز سنسر، هذا سنسر بده يغذي لي الاند جيت اللي هون، وبده يغذي لي الاند جيت اللي هون، فانا بالحياه العمليه بدي اجي اخذ من هذا السنسر دائما اوصله لهون كمان حتى يكون داخل الواي. واضح؟ واضح الفكره؟ تمام دكتور تمام. الآن أنت إذا بدك تخلي الرسم دائما نيت وما يكونش فيها تشلبكات كثيرة، يجوز أنك مثلا تقول والله أنا بدي هون يكون واصل واي، فإذا أعطيت الدائرة لفني عشان يعمل لك إياها بيعرف أنه هذا الانبوت بدي يجيني من السنسر اللي اسمه واي، فبلحمه بودي سلك عليه، بس انت خليت الرسمة اسهل وابسط. اوكي، هذا الخط مثلا بامكاني اشيله واحط هنا واجي احط هنا اقول هون بدي ادخل الاكس، بس الاكس هي موجوده هون، صارت موجوده هون، فانا الاكس كانبوت بدي اوصله، بدي اوصله لجميع الاماكن اللي انا قايل الاكس لازم ادخل عليها. واضح؟ تمام دكتور تمام. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك دكتور. طبعا ممكن اثبتها بطريقه اخرى مثل ما انتم شايفين هون، هاي الاكس واي اور اكس برايم زد اور واي زد، اجي قال عندي بامكاني اجيب الواي زد هذا واعمل له اندنج مع اكس اور اكس برايم. ليش بقدر اعمل له اندنج مع اكس اور اكس برايم؟ لانه هذا قيمته واحد، وانا بعرف واي زد اذا بعملها اندنج مع واحد هل بتغير؟ بتظلها واي زد. مزبوط مزبوط. طيب وقام رد وزع، اي استخدم التوزيع، توزيع الاند على الاور، فصارت واي زد في اكس وواي زد في اكس برايم، وبعدين جاب العنصر هذا مع العنصر هذا وطلع الاكس واي عامل مشترك. اوكي، وجاب العنصر هذا مع العنصر هذا وطلع الاكس برايم زد عامل مشترك. فلما بيطلع الاكس واي عامل مشترك من العنصر هذا والعنصر هذا بصفي عند الاكس واي في واحد اور زد، والعنصر الثاني بيطلع الاكس برايم زد عامل مشترك بصفي عند اكس برايم زد في واحد اور واي. بس انا بعرف هذا واحد وبعرف انه هذا واحد، اذا شو صارت عندي؟ صار اكس واي اور اكس برايم زد. واضح كيف اثبتناها؟ واضح.
لمين البيبي هذا؟ طيب the operator precedence أو الأولويات or evaluating boolean expression. أقوى شيء هو الأقواس، يليها النط، يليها الآن، يليها الأور. فإذا واحد أعطاه رسم أول شيء بتعمل النط، ثم بتعمل الآن، ثم بتعمل الأور. اللي بيلاعب طفله يسكر الميكروفون لو سمحت. تحصيله واضح يا شباب انه الاوبريشنز عند اجراءها الاولويات في البدايه للاقواس، ثم للنط، ثم للان، ثم للاور. ففهم المثال اللي تحت هنا القوس بده ينعمل في الاول، فبعمل الاكس اندد مع الواي في الاول، وبعدين النتيجه بعملها اورنج مع الزد، ثم اخيرا بعمل الكومبلمنت للجميع. واضح؟ الو واضح دكتور. دكتور هلا المعادله اللي فوق النص نعملها على الواي اللي اول النط على الواي لحالها بس. لا تمام، نعملها قبل ما نعمل اي. تمام يس يس، النط بتنعمل في الاول قبل ما تعملي الان، لانه افرضي انه الاكس كانت واحد، تمام، كانت الاكس واحد وكانت الواي صفر، اذا ناخذ النتيجه تبعت هذا اللي هي واحد واحد، لانه 1 اند 1 راح تطلع عندي. طيب لو عملنا الان في الاول نقول 1 راح يكون زيرو. هنا يعني راح تعطيني نفس النتيجة، زيرو واحد صحيح، لكن هذا صدفة يعني مش بالضرورة يعطيني نفس النتيجة، لكن الأصل إني أنا أعمل الكومبلمنت في الأول ثم أعمل الآن أو الأور. أوكي تمام. طيب Boolean functions. A Boolean function is an expression يحتوي على variables. The variables تنتمي إلى الجبر المنطقي، إلى المجموع، يعني لا تأخذ إلا قيم صفر أو واحد. وهذا the expression يحتوي على operators اللي هم binary operators أو unary operators، يعني إما and or أو not. وقد يحتوي على أقواس. فمثلا بنقول the function f1 عبارة عن x, y and z prime. هذا اقتران أو function. إذا بدي أبني راح أبني عن طريق علق الجهاز عندي يا شباب مش عارف ليش. إذن الفانكشن هو عبارة عن إكسبريشن. في الإكسبريشن اللي عندي هون كان عندي مكون من حد واحد، الX أندد مع الY أندد مع Z برايم. أوكي الإكسبريشن التالي في عندي أند وفي عندي أور وفي عندي نط، أي عندي أور وفي عندي Y برايم مع Z. فهنا الY برايم تنعمل في الأول، ثم بتنعملها أندينج النتيجة تبعتها مع Z، ثم النتيجة بنعملها أورينج الاكس. بنقول عن هذا الفانكشن اللي هو اف2. الفانكشن هو علاقه ما بين المتغيرات. الان احنا بناخذ الان ابستراكت، يعني شغلات مجرده، بنحط اكسبريشن بدون ما نفهم هذا الفانكشن شو بيساوي، لكن بعد شويه راح نعمل فانكشن تقوم بعمل معين. اوكي راح نشوف بعض الفانكشنز الان بعد شويه انه تقوم بعمل مفيد، وراح تعمل فانكشن مثلا عشان يجمع، وفانكشن عشان يقارن، فانكشن الى حتى يعمل لي العمليات الاساسيه في داخل المعالج. واضح؟ اذا اي اكسبريشن مكون من متغيرات منطقيه يفصل بيناتها اوبريتورز الاند او الاور والنوت، وممكن يحتوي على اقواس بنسميه فانكشن. احنا هذه كل الامثله اللي امامكم عباره عن فانكشنز. واضح؟
واضح دكتور. طيب الفانكشن يعبر عنه، يعبر عنه اما بدائره او اكسبريشن او بتروث تيبل. هذه بنسميها احنا تروث تيبل، هذه بنسميها تروث تيبل. لاحظ الفانكشن الاول اللي هو كان، الفانكشن الاول اللي هو كان عباره عن اكس واي زد برايم، مش هيك؟ مظبوط. فهذا الفانكشن اذا بتلاحظوا راح يعطيني واحد متى؟ اذا كانوا جميع الاطراف 1. الزد برايم حتى يكون واحد لازم يكون قيمته صفر. فعندي في حاله ال 1 1 0 فقط هذا الفانكشن بيساوي واحد. لكن بقيه الاحتمالات بنلاقي انه الفانكشن قيمته صفر. اوكي؟ خذ اي احتمال اخر. هذا مثلا x y z برايم، الاكس صفر، زيرو اند اني ثينج از زيرو حسب القانون. فهذا ما بيعطيني واحد الا اذا الاكس واحد والواي واحد والزد صفر فقط. في هذه الاحتمال، في هذا الاحتمال الوحيد بتكون في عندي الفانكشن تبعنا f1 قيمته واحد. هذا بنسميه احنا تروث تيبل، بنسميه تروث تيبل. فالفانكشن يعبر عنه اما باكسبريشن او بتروث تيبل او بدائره، او ممكن اعبر عنه هيك. هذا اف 1 واضح؟ واضح. طيب الفانكشن الثاني برضه كمان لو اجينا على الفانكشن الثاني، نرجع على الفانكشن انا نسيته. الفانكشن الثاني هذا لو قلت لك اعمل لي التروث تيبل تبعته، ف التروث تيبل بدك تسويها كالاتي. بيقول انا في عندي ثلاث متغيرات، الاكس والواي والزد، هذول لهم ثمان احتمالات لانه كل متغير له احتمالين، فعندي 2 قبل 3 راح تكون 8. فبدك تحط ثمان احتمالات عشان تعمل التروث تيبل له. الاحتمالات تبعتنا 100 راح تكون 000 001 010 011 100 ال 101 ال 110 واخيرا ال 111. الان انا بدي اعمل الفانكشن تبعي. الفانكشن تبعي بيعطيني واحد اذا كان الاكس واحد، لانه الاكس معمول اورينج مع الطرف الثاني اللي هو واي برايم زد. فاذا كان واحد هذا احنا نقول 1 اور اني ثينج از ايكوال تو 1 حسب القوانين اللي تعلمناها قبل شويه. الواحد قوي في حاله الاور. فانا اذا عندي الاكس قيمتها واحد الفانكشن راح يكون يساوي واحد. الاكس قيمتها واحد في الاربع احتمالات اللي هون، فبقول الفانكشن تبعي اف راح يكون واحد في الاربع احتمالات اللي تحت هاي كلها. واضح كيف عبيناها هاي؟ واضح. لانه الاكس قيمتها واحد، وثمانية ما يكون واحد اور اني ثينج از وان. ممكن يجيني الواحد من هذا الطرف، هذا الطرف حتى يكون واحد لازم الواي يكون صفر ولازم الزد يكون واحد. فعندي الواي صفر والزد واحد، عندي هاي احتمال، والواي صفر والزد واحد هاي احتمال، بس هذا اوريدي انا حاطط له واحد. اذا بيطلع عندي هون 1 والبقيه راح تطلع اصفر. اذا بنلاحظ انه الفانكشن تبعي بيساوي واحد في خمس احتمالات. واضح كيف بنعبي التروث تيبل؟ راح تجينا امثله كثيره، يعني كل الكورس تبعنا راح يكون فيه شغل زي هيك. دكتور تقدر ترجع تعيده؟ شو اللي ما فهمتش فيه؟ ما فهمتش يعني الجهه لما حكيت الواي زد دكتور. طيب التيبل هاي تعبايتها عرفت كيف عبيناها؟ اه
عبيناها بجميع الاحتمالات. لاحظ الزد بتتغير باستمرار، الواي كل مرتين، الاكس كل اربع مرات اذا بدك يعني ما تغلطش. الان كيف نعبي الفانكشن؟ في عند الفانكشن مكون من طرفين اكس اور واي برايم زد. الان انا بعرف انه حسب الفرضيات اللي تعلمناهم انه اذا في عندي انا 1 اور اكس دائما شو بيعطيني؟ بيعطيني واحد، بيعطيني 1 زيرو اند اكس بيعطيني زيرو. هاي فرضيه بدي استغلها الان. كيف بستغلها؟ بقول انا لما الاكس قيمته واحد هذا الفانكشن راح يكون واحد، اذا الاكس واحد راح يعطيني واحد لانه 1 اور اني ثينج از 1. فباجي على التيبل وين الاكس واحد؟ الاكس واحد في الاربع احتمالات اللي من تحت هون. فبقول 100% الفانكشن تبعي راح يكون واحد في الاربع احتمالات هذه. واضح؟ واضح يا دكتور. طبعا ممكن يجيني الواحد من الطرف هذا، من هذا الطرف ممكن يعمل لي النتيجة واحد، لأنه إذا هذا صار واحد برضو الفانكشن بصير واحد. بس عشان يكون هذا واحد لازم الواي تكون صفر، لأنه صفر برايم شو بيعطيني؟ صفر برايم واحد. And one شو بتكون نتيجة؟ تكون واحد. One بتكون. إذن عندي احتمالين أنا للواي برايم زد تكون واحد. الواي صفر واحد هذا احتمال، والواي صفر واحد احتمال ثاني هون. فأوردي أنا في عندي واحد هون، وبالتالي هذا راح يعطيني واحد هون. بقية الاحتمالات راح تكون أصفر. واضح؟ تمام تمام دكتور، يسلموا. الله يعطيكم العافية. إحنا يعني بكفي لغاية الآن، لغاية هون 40 دقيقة و 30 دقيقة 120. إحنا مطلوب منا 115، فإن شاء الله نلتقيكم يوم الثلاثاء القادم. السلام عليكم. دكتور. نعم. دكتور ما تحدث الكويز. الكويز يوم الثلاثاء وراح أوديلكم فيه إيميل. إن شاء الله. يعطيك العافية.